الحياة بالقدس قد ما هي حلوة بس بتحسسك انك انت عايش في سجن كبير. كنت اصور عادي يعني كنت واقفة ما كنت عمالي بعمل اشي بس فجأة ضربني وانا بحكي له لا لا ما تضربني. طيب لا The younger generations now, they like resisting in their own ways. هاي القصة مش قصة آلاء وأبو غربية ودانيا بس، هاي قصة ما قصة كل شاب بعيشها بشكل يومي وبكل مناسبة في حياتنا. القلق هو دائما موجود سواء رمضان او غير رمضان لانه الانتهاكات الاحتلال دائما موجوده بالايام العاديه بشهر رمضان طول السنين على مدار ال 74 سنه. The masses gate in Ramadan, it's always full. It makes you feel like, yeah, it's Ramadan. So we are all sitting together, singing, cheering, and having some good time. We like drawing, we like dancing, we like hanging out with each other. And the mosque gate actually is a symbol of that. The younger generations now, they like resisting in their own ways, as I see, the majority. They want to live their life, but keep resisting too, in their own safe ways. If they only walk near the mosque gate, they're resisting. بغض النظر شو نوع النشاط حتى لو انك انت قاعد لحالك تشرب كاسة قهوة في باب العمود برضه صعب لانك رح تتعرض لاعتقال بتعرفش ليش تتعرض لضرب وتنكيل كثير صعب انك تكون نحكي ناشط في القدس بحب اصور واظهر جمال فلسطين في المناطق في الشمال في الضفة بكرة تاني جمعة برمضان بس هيك إشي واحد خايفة منه بما إنه بكرة المستوطنين واليهود عمالهم بيهددوا إنه يذبحوا القربان تبعتهم داخل ساحات المسجد الأقصى يا رب ما يصير إشي بين الشباب والناس والأهالي الموجودة داخل المسجد الأقصى والبلد القديمة مع المستوطنين وقوات الاحتلال إننا نحاول أن أدخل إلى المسجد الأقصى لأقوم بالصلاة ولكنهم يمنعونني. ويقومون بقمع الشباب في داخل المسجد الأقصى ورمي القنابل والرصاص المطاطي. كنت أصور عادي يعني كنت واقفة ما كنت عمالي بعمل إشي بس فجأة ضربني وأنا بحكي له لا لا ما تضربني يعني بحكي له أنا مش مسوي إشي في كل رمضان بصير مشاكل بزيادة ليش؟ لأنه الاحتلال بيستفز مشاعر المسلمين خصوصا في شهرهم الفضيل لما يجي هذا الاحتلال ييسر للمستوطن ويصعب على المسلم اللي هو في عيده وفي مكانه اللي هو المسجد الأقصى هون بتصير إنه في استفزاز للمشاعر المسلمين وللشباب المقدسي بالذات يعني ليش؟ ما حدش عارف هم بدهم حرب بدهم سلام بدهم يستفزوا في الشعب مش عارف ليش هو كان له تأثير كتير كبير علي لأنه كمان حتى أمي هي ناشطة ناشطة مجتمعيا ووطنيا
فرباطة في المسجد الأقصى حفزنا جميعاً، أنا وخواتي وأنا شخصياً، لحتى نكون كلنا قدوة وعلى هذا الطريق والمسار اللي إحنا ماشيين فيه حماية القدس والمسجد الأقصى، لو حتى بأبسط الأشياء وبأبسط التفاصيل. يعني أمريكا كل العالم تضامنت مع أوكرانيا وما قالوا لهم إنه دافعوا عن نفسكم وهذا من حقكم، وخلوهم علموهم كيف يسووا القنابل الميليتوف وكيف إنه يعلموهم على السلاح، أما إحنا 74 سنة بقولوا عنا إرهابيين. قوات الاحتلال محاصرة المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى، ومحتجزين الشباب داخل المصلى. كان في نساء عم بقرأوا قرآن وبس قاعدين مش عم بيعملوا شيء، واعتدوا عليهم. ما بنكره اليهود، احنا بنكره الصهاينة اللي هم المستوطنين. بحكي احنا حاليا عم بنحضر وجبات برعاية والدتي للناس اللي ما عندها قدرة انها تأمن وجبة خلال النهار تبعها في رمضان، بس رح نضلنا ننزل على الأقصى يعني بكل الأحوال، سواء ايدينا مكسورين اجرينا مكسورين رح نضل ننزل يعني لحتى آخر نفس فينا. Resisting is also about showing that your land is yours in a pretty way too. Drawing is always about getting my feelings out. Lately, most of my drawings are about Al-Aqsa and Palestine. It's the places that people know the most about Jerusalem, and I want to explain that Jerusalem is pretty. It's not only war, it's my homeland. It's actually pretty to feel this. That's my way of resisting, that I'm living happily ever after. طيب كيف الاشي صار معه؟ كيف كان الاشي؟ كيف كان الاشي؟ الحبسة يا صاحبي تبهدلنا فيها، انت عارف الاسرائيليين بيحاولوا دائما يبهدلونا يا شراك، وبيحاولوا يبعدوا الناس عن البلد القديم وعن القدس وعن المسجد الاقصى. كل هذا عشان بوست؟ يعني اقل من بوست، ولا عشان اشي يعني، حتى عشان بوست بنحكي كثير بدون اي تهمه وبدون اي شيء واضح واي صريح، بيجي بقول لك انه انتم تنتمون لمنظمات ارهابيه. مين منظمات ارهابيه؟ قال منظمات ارهابيه بدون تعرف ليش، ففيش شيء واضح وصريح. واعطوك ابعاد عن بلد القديم والاقصى، وممنوع انشر ولا شيء، وغرامه ماليه 2000 شيكل، وهيني حبس بيتعيط. يعني تم اعتقالي اكثر من مره زي اي نموذج لاي شاب مقدسي فلسطيني، يمكن هذا الاعتقال العاشر او ال11 ليلي. صوري عمر طبعا تم اعتقالي من قبل قوات الاحتلال اكثر من 21 مره من 2013 لحد اليوم هذا، اكثر من مره لاكثر من سبب، واكثر من منطقه، من باب العمود، من المسجد الاقصى، من البيت هوني. الحياة بالقدس قد ما هي حلوة بس بتحسسك انك انت عايش في سجن كبير. الكاميرات المراقبة المزروعة في كل شبر في القدس. طبعا الشباب المقدسي والشباب الفلسطيني بشكل عام وصل مرحلة اللي هو تعب من الاحتلال، تعب من الوضع الاقتصادي، تعب من السياسيين والحل السياسي، وبستناش حل سياسي. هذا كله بيؤدي إلى ضغط، والضغط بيؤدي للانفجار. فبتوقع هذا سبب هذا الوضع في فلسطين بشكل عام. الانفجار، لا هي رح تحبسنا. اليوم عيد الفطر، الحمد لله شوفوا كيف الساحات مليانة ناس من كل مكان. زي ما شفتوا أول يوم العيد كان الأهالي كتير مبسوطين، والبسمة على وجوه الأطفال، والكل مبسوط والشباب مبسوطة والكبار في السن مبسوطين. وكان أكبر سبب من الأسباب إنهم مبسوطين إنه ما فيش جنود احتلال واقفين على بوابات الأقصى زي ما شفنا.
مقاومتنا للاحتلال في لها كثير طرق بتتسرش على طريق واحدة، منها تواجدنا على الأرض وبقائنا فيها ونترسخ فيها ترسيخ. يعني هاي الأرض أرضنا وحقنا. بخيروني وين أنولد رح أضلني أحكي إنه القدس، مش رح أنولد في محل تاني ومش رح أتخيل حالي إني بنولد في محل تاني أو أعيش في بلد تاني، فالقدس هي الخيار الأول والأخير.